نقول أن هذه هي الخطوة الأولى باتجاه الإصلاح، ولكنها ليست بالمستوى المطلوب، ولا ترقى إلى توقعات وطموحات الشعب العراقي، ولا توقعات وطموحات الشركاء السياسيين الذين كانوا ينتظرون إصلاحات حقيقية وجذرية. ما نفهمه من كلمة إصلاحات هي أن تكون هذه الإصلاحات بمستوى المشكلات أولا، وثانيا أن تكون وفق رؤية مشتركة. يعني هذه الرؤية المشتركة لم تتوفر لحد الآن. الذي يدير عملية الإصلاح الآن هو التحالف الوطني، ويعرض ما وصل إليه لشركائه الآخرين.